خلينا نشوف ونستمع مع حضراتكم لهذه الكلمة من سيادة الرئيس. لسه كنت بكلم الدكتور مصطفى بقول له هنفتح في المريوطية وبعض المناطق في الجيزة يعني عشان نسهل حركة الناس. أنا عايز أقول لكم لما أقول يعني لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به، هو الحنية طبطبة؟ لا، الحنية ده الحنية الحقيقية أنك أنت توفر للناس أبسط حاجة، أنه يمشي بيسر وسلام. خليني أقول لحضراتكم حاجة أنا فهمتها من كلمة الرئيس، والحقيقة من كلمات قبل من كده قالها الرئيس في نفس السياق. اللي قبل الرئيس السيسي جملونا على حسابنا. يعني إيه جملونا على حسابنا؟ يعني معلش أنا في الحاجات دي بحب أكون واضح، وممكن حضراتكم تختلفوا معايا، لكن في الآخر على الأقل ما نتكلمش كلام متداري كأننا إيه مكسوفين من بعض. لا، أنا مش مكسوف إن أقول ما فهمته. واحد زي الرئيس عبد الناصر، الرئيس عبد الناصر قال لك إيه؟ قال لك إحنا هنعيد توزيع الدخل ونعيد توزيع الثروة وهندي الفقراء ونعمل قانون لل اسمه إيه؟ علاقة المالك بالمستأجر، وهنعمل عقد اجتماعي وسياسي إنه حضرتك لك كل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، احنا مسؤولين عنك، هنعلمك ببلاش ونعالجك ببلاش وتسكن ببلاش او تسكن بأجر رمزي يعني كل حاجة خلاص تمام. أيوة، مين اللي هيدفع ثمن الحاجات؟ ما هو ميزانية الدولة مش هتتحمل هذا الكلام. فالناس سقفت وشعبيت الرئيس جمال عبد الناصر، ويوم ما مات يعني جنازة ما فيش حد في الدنيا جات له جنازة كده، بقى حاجة عظيمة جدا جدا، والرئيس خالد الذكر وراجل وطني ومخلص، انا ما عنديش ادنى شك في هذا. بس مين اللي توحل؟ يعني انا بسال، ما هو سهل قوي ان انا اكل ابني شوكولاته احبني جدا، ومامته تقعد تقول له انت الشوكولاته هتتعبه الشوكولاته كذا، بس انا هو بيحبني، ما انا عمال اديله شوكولاته عشان بيحبني. ايه الواد بيحبني، احب بابا وبتاع الشوكولاته بقى وبتاع الشوكولاته. ايه بس الواد هيجي له تسوس في اسنانه وبطنه هتوجعه وهيجي له انيميا وهيجي له، بس هو بيحبني. طب انا بعمل اللي في مصلحته ولا بعمل اللي في مصلحتي؟ ما انا كده بحبه، ما هو بحببه فيا. ايوه، مين اللي هيشيل الشيله؟ يعني مين اللي فيه هيجي في الاخر وهيدفع الفاتوره دي؟ لا سيبها بقى ان احنا ايه عم نبعت قواتنا، يعني بالراحه بقى كله يبعت شويه ناس هنا وبعت شويه ناس هنا، وبعتنا ناس الكونغو وبعتنا ناس اليمن وبعتنا ناس يعني اي حاجه عايزين شويه نقل، نبعت لكم شويه جنود، يعني الجيش بقى موجود. ايه يا عم في ايه؟ لا طبعا لازم تبقى عارف امكانيات الدوله مش بس الحاليه، على المدى الاطول شويه. فالحقيقه لقينا نفسنا في الاخر بنتجامل، يعني عارف بجاملك بس على حسابك، ما انت هتدفع في الاخر خد بالك. دي طبعا الرئيس السادات ما لحقش الرئيس السادات قوي، لان الرئيس السادات كانت ملف تحرير الارض هو اللي كان مسيطر عليه سواء بالحرب او بالتسويه بعد من كده. جاء الرئيس مبارك 30 سنه هو كان رفع شعار بص سيبها زي ما هي، وحياه الغالي عندك يعني ايه؟ صلح في حدود المعقول، يعني صلح ايه شويه كهرباء شويه مش بس انها تعمل ثوره في التعليم. لا التعليم ايه يا عم ده كويس رضا قوي كده، نعمل ثوره في اي حاجه. لا 100 مصر كده طول عمرها ناس فقراء وغلابه وشويه ناس اغنياء، معلش الاغنياء وانا وربنا خلقنا درجات وسيبها زي ما هي. انا اللي بقوله رئيس سيسي رئيس شجاع، اختلف معاه في حاجه مش عاجبك كلمه قال ده الموضوع التاني، بس بقول لك هو مش بيجاملنا على حسابنا، هو بيقول لك اهو عايزينها تبقى بلد زي ما قالك قد الدنيا، يعني زي الدنيا زي الدول المتقدمه، شيل معايا الشيله، هتشيل معايا الشيله هيبقى هننجح، انما هتقعد تعيش بقى بمنطق فتره الرئيس عبد الناصر او منطق الفريس مبارك لا مش هتاخد. يعني هعرف ادلعك، ممكن اديك دب مش عارف كده، بس برضه هتعاني، برضه هتعاني. اللي احنا شايفينه النهارده الرئيس مش حريص على شعبيته، مش حريص على انه ايه، لا اصل انا خايف الناس تزعل، لا ما يعني معلش ما انا هديك الدواء المر، هكتفك واعمل لك عمليه غصب عنك لانك من غير عمليه دي هتموت. ويوم انت عارفه انا في يمان هقول لك حاجه، انا مستمتعه وانا بسمع على فكره. طيب ربنا يخليك، انا هقول كلمه مره قالها، ما انا مش عايز ادخل موضوع سد النهضه عشان في اجتماع كمان شويه، بس فاكر المره الرئيس قال لك ايه؟ قال لك العراق كان بيجي لها 90 مليار متر مكعب من دجله والفرات سنه 90، يعني قبل الغزو العراقي للكويت. دلوقتي بقى بيجي لها 30، ليه؟ ضعفت، وتركيا فرصة. فانت لما تضعف غيرك هياخد حقك، ده اكيد هياخد منابك. فاحنا النهاردة لما بنقوى، احنا بنقوى مش بس عشان اللي عايشين دلوقتي، احنا في جمعية كبيرة كلنا بندفع عشان اللي ورانا يقبض بالظبط، وهو دي فكرة الوطنية. لا وبعدين الوضع بتاعنا، وضع مصر دلوقتي في ظل المشهد الاقليمي المضطرب اللي احنا كلنا بنشوفه،
ده بيستوجب علينا اننا نبقى على قد او على قدر حجم الكوارث اللي بتحصل في الاقليم، وان مصر امامها تحديات كبيره جدا جدا. عندها تحديات تخص الامن القومي، تحديات تخص الامن المائي، ملفات عديده جدا. لازم الدوله تكون مستقره سياسيا واقتصاديا وعسكريا عشان تقدر تخوض هذه الملفات. وده جزء الحقيقه من اللي اتكلم عنه سياده رئيس النهارده. دوله بتقدر حجم التحديات اللي تحملها شعب مصر العظيم، وقال ان الدوله مستمره في العمل على الاصلاح والتطوير ادراكا لضروره مواجهه الازمات اللي طال امدها في الدوله.